كشيعي، الشيعة عندهم الحديث ولا لا؟ كشيعي كثير عندهم نحن عيد الله جايبين عندنا اياه يا اخي، عندهم حاضرين حديث، لا ما عندنا اياه، نحن جايبينه من عند بس. الهند. خلاص يبقى دلوقتي انت اعترفت ان الشيعة ما عندهم حديث الغدير، صح؟ صح، نحن جايبينه من عندكم. ليش حلو انتوا حديث، الكلام. واحدة بس واحدة حديثكم بقى، مش واحدة واحدة مسند بقى، انتم؟ واحدة واحدة. تفضل. الآن انت جاي تاخد حديث الغدير من عند أهل السنة والجماعة، هتاخده في فهم أهل السنة ولا في فهم الشيعة؟ انت هتفهم نحن الحديث عندنا مثل بفهم أهل بقول السنة ولا من بفهم اهل الشيعة؟ السنة يا اخي، انا مني بقول لك حلو اعطي الحديث خمسة الكلام. واقرا النص. هات تفضل. لي اسمع، هات لي بقى عالم سني واحد قال ان غدير خم يدل على تنصيب علي بن ابي طالب. يلا هات لك عالم سني واحد، احفظ لي على هاي، واحد بس اكتب ما لي شاء الله. انه علي بن ابي طالب نبي اوكله بالخلافه، نصبوا بحديث الغدير، نصبوا يعني بحديث حديث الغدير نفسه دليل على تنصيب علي بن ابي طالب. جيب لي عالم سني واحد. السنة. هات له اسمه، انا هات له اسمه اسمه يا فندم؟ عبد الحسين الاميني. مكتوب. الاميني، الاميني سنة ولا شيعي؟ سني سني طبعا سني. الله يخرب عبد بيتك، الحسين الاميني سنة ولا الله شيعي؟ يخرب بيتك. معلش مش ما يعرفوش، ما يعرفوش سنة ولا شيعي؟ سني ولا سني؟ عم بقول لي سني الشاب، سني عبد الحسين الاميني سنة ولا شيعي؟ سني سني؟ سني سني. يلا مين اللي قال عليه سني؟ علي ضياء، يلا طلع لي اياه لو سمحت. عن جد اسمه عبد الحسين وسني، كيف ظابطه معك؟ ده معمم يا ابني، خش على جوجل اهو لابس العمامه قد ايه؟ لا اله لابس الا عمامة. الله. زيد بن ارقم يا اخي، زيد بن ارقم. رايك والله شلون عبد الحسين وسني صحيح؟ لا اله الا، احنا ما احنا عبيد لله فقط، الحمد لله رب زيد بن العالمين. ارقم يا اخي، يا ما هذا حجي من عندكم. يا فضيلة الشيخ اسمع بس، حديث الغدير انا بعرفه، النبي قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الكلام مين اللي يشرحه؟ اهل السنه، لانه حديثهم، علمائهم اللي يشرحوه. طلبي منك يا محترم، هات لي عالم سني طب فيك واحد تشرح لي اياه انت؟ يا اخي اسمع ما كمل، شرح حديث الغدير وقال انه يدل على تنصيب علي بن ابي طالب. تفضل. طب اشرح لي اياه انت يا اخي، ما زال ما انت عم عندي تقول اشكال، انه مش انا موجود. اشرح الحديث. احسنت، يبقى تسمع صح؟ اشرح لي، ما عندي اشكال، ما خلاص اسمعك اشرح. للاخير. خلاص نشرح، خلاص. يبقى الراجل اخواننا غلب حماره ما عارف يطلع، احنا نشرح له الحديث. اسمع يا طيب، وينك؟ اسمع، ما تثبت يا عم حسن، يا اوكي عم اوكي حسن اثبت. الانترنت ما منيح، بس ليش سامعك سامعك منيح؟ سامعك سامعك سامعك. والله يا لبنان ما بقى لكم شيء من تاريخ والله الشرق يا الاوسط، كله والله انتهى عندكم. رحنا سلطة نحن. طيب الآن يا محترم، تفضل. النبي خرج للحج والناس خرجت معاه للحج، خالد بن الوليد معاه جيش في اليمن، تمام، وانتصر وارسل للنبي يبعت له حد يقسم الغنائم وياخد الخمس بتاع النبي. حياك الله اختي ملاك. تمام. الان خالد بن الوليد النبي ارسل له مين؟ ارسل له علي بن ابي طالب. ارسل له مين؟ علي بن ابي طالب. راح علي بن ابي علي طالب بن ابي وقسم طالب. الغنائم. نعم، ارسل له علي بن ابي طالب. يبقى علي بن ابي طالب راح وقسم الغنائم وجاب الخمس للنبي. كان جاي معاه ناس من الصحابه، منهم واحد اسمه بريده. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ فصل النت بريدة عنه. بريدة بريد. طيب علي بن ابي طالب لما جاب الخمس وهو جاي في الطريق، الان علي بن ابي طالب اخذ من الخمس جاريه ادخلها خيمه وجامعها، ورفض ان هو يترك بريده واصحابه يركبوا على الخيل او الجمال اللي من ضمن الخمس، فزعلوا من علي بن ابي طالب. كيف تتصرف في الخمس قبل ما تروح للنبي وتسلموا للنبي؟ قالوا والله لنشكوك الى رسول الله.
راحوا يشكوا علي بن ابي طالب للنبي ان علي تصرف في الخمس قبل ما يرجع للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع منهم قال لهم: ما معناه اني انا احكم في هذه القضيه وان الحق مع علي وله الحق في انه يتصرف في هذا الخمس؟ من كنت مولاه، يعني ما كنت املكه، فعلي بن ابي طالب ايضا يملكه. والنبي هنا بيتكلم عن الخمس. بس عن الخمس، ما اتكلم عن الخلافه. لا، خلافه مين يا عم الحاج؟ طب اي خلافه؟ طب كان بلا ما ايش علاقه بريده بالخلافه؟ واحده واحده بس. طب رفع ايده. ما في روايه اني رفع ايد علي بن ابي طالب. طيب عندكم انت عم تقول عندكم ما في. لا، وين الروايه اللي رفع ايد علي بن ابي طالب؟ ثواني. لا، ما خليك تعديها. وين رفع ايد علي بن ابي طالب؟ وين رفع ايده؟ وين الروايه اللي رفع فيها ايد علي بن ابي طالب؟ وينها؟ لا يا زلمه، انا بجيب لك من كتب الشيعه يعني. لا، عند الشيعه ولا عند السنه ان النبي رفع ايد علي. ما في روايه صحيحه بكده. موجود يا عمري ومأكد. يلا طلعها، يلا طلعها عشان ما يبقاش قصص زي ما انت قلت قبل شوي. طلع انا من مقلدين السيد علي الخامنئي، هطلع لك اياه. واحد فيكم سيستاني، واحد فيكم خامني. انا من مقلدين. وعندك مانع؟ ما عندي مانع. تفضل طلع الروايه ان النبي رفع ايد علي بن ابي طالب. يلا تفضل، انا في انتظارك اهو. روايه عند السيد علي القائد عن يوم عند السيد علي القائد. شلون؟ ما هو تخبرني، نحن عندنا مراجع، نحن بنتبعهم، هن بيجيبوا الروايات. هن ايوه، الروايه وينها الروايه؟ طلع لك اياها. حبه يا اهلا وسهلا. حبه انت هتضربني ولا ايه؟ لا يا خيي، لا، مش من اخلاقنا. حديث الغدير هو حديث نووي يصل لدرجه. يلا يا فندم. عند السيد على القائد. توتر عند السنه والشيعه مروي عن الرسول محمد في يوم 18. يعني هذا بيعمل حساسيه كاتب. في طريق عودته بعد حج الوداع في غدير يدعى خم قرب الجحف. طب اقراها، اقراها، رجعت اقراها وياها. اول بدايه الحديث كاتب لك هذا الحديث بسبب حساسيه عند اهل السنه والشيعه. يا عم اي حساسيه؟ الله يرضى عليك، ما فيش فينا حد عيان. اقرا الحديث. الله مصر. الله يبعث لك. هي مرويه عن هذا عبد الاحسان الامين اللي انت عنه. مرويه عنا بالشيعة، عند عبد الاحسان الامين. يا عم الروايه في اي كتاب؟ في اي كتاب؟ في العمام السوداء الغدير، في كتاب السنه والادب الغدير. يعني انتوا دلوقتي عرفتوا ان الامين شيعي صح؟ عبد ال يلا ممتاز. يلا الروايه اللي النبي رفع فيها ايد علي وين موجوده؟ في اي كتاب؟ اسمه في الكتاب، كتاب فتق. مش اسمه الكتاب، اسم الكتاب الغدير في الكتاب. غدير في الكتاب والسنه والادب. الغدير في الكتاب والسنه. هين هين كاتبين، هم هين كاتبين، بعرف بيضحكوا عليكم والله. للامين صح؟ علي ابن ابي طالب وحياة للامين صح؟ هم هيك كاتبين يا استاذ. للامين صح؟ للامين، ما هيك حاجة. يلا جزء كام؟ صفحة كام؟ صفحة كام؟ هما وقعنا في الفخ. تهنئة. دين كل الكلمات، ربنا يسامح كل الكلمات. يا حلو عمري. من 15 ل 18 17 16 16 17 18 16 17 18. انت بتعد فلوس يا عم انت وهو صفحة كام؟ عم بقول لك 16 و 17 18 ذاكرينا. تهنئة. عم يباركوا له يا عم. ده الكتاب الكتاب بتاع الغدير في كتاب والسنه واصل للجزء كتاب 11. يا اخي معنى لك اي كتاب واي صفحه؟ ايوه اي جزء واي صفحه. والله شوف، يعني هو الموضوع وما في ده، في منه الجزء 11 هاد وين راحوا؟ وقعنا في الشحم.